أشكر زملائي تامر وأحمد على العرض اللي استفدت منه في الحقيقة في موضوع الدستور. أنا بس كنت عايز أشاور على حاجة أساسية في إطار مناورات المؤسسة العسكرية وعلى رأسها السيسي من خلال اللجنة التأسيسية السابقة اللي كان بيهيمن عليها الإخوان المسلمين بالاتفاق مع العسكر وما بين لجنة الخمسين الحالية. في حقيقة الأمر المؤسسة العسكرية المصرية طول الوقت كانت هي بتحتل مركز السيطرة في حكم مصر في العقود الأخيرة، ولكن السيطرة دي كانت طول الوقت يعني أحيانا بتبقى في الصدارة، وده كان متمثل في وقت الخمسينات والستينات، وبعد كده ليه ضرورات تحول سياسي بقت من خلف ستارة حزب سياسي ما حاكم وحكومة ورئيس للدولة. ده كان مفروض بالأمر الواقع وبقوة المؤسسة العسكرية وسيطرتها على مفاصل الدولة المختلفة، وكان طول الوقت بيساعدها طبعا في ده انه بيبقى دائما يعني كان بيبقى رئيس الجمهوريه شخص عسكري جاي من الجيش. الوضع ده اتغير بعد ثوره 25 يناير بانه الستاره اللي كانت بتحكم من خلفها وتسيطر من خلفها المؤسسه العسكريه المتمثله في الحزب السياسي والحكومه والرئيس سقطوا. الحزب السياسي بالبرلمان والحكومه ورئيس الجمهوريه. الستارة دي سقطت، فالمؤسسة العسكرية ظهرت مقدمة للصدارة بالأفرولات بتحكم البلد. وكان واضح على مدار التجربة خلال الفترة اللي فاتت انه غير المؤسسة العسكرية غير قادرة عمليا على انها تستمر في السلطة بانها تبقى متصدرة المشهد السياسي بشكل مباشر عن طريق جنرال يعني يمسك السلطة سواء كان بانقلاب او بانتخابات مزورة او ايا كان. فالفكر في السيسي والمؤسسة العسكرية دلوقتي هو ازاي انه المؤسسة العسكرية تحتل مواقع دستورية ما كانتش موجودة قبل كده حتى في فترة الخمسينات والستينات. يعني اللي حصلت عليه المؤسسة العسكرية من امتيازات وسيطرة في دستور 2012 واللي بيتم إعداده دلوقتي في التعديلات الجديدة يمكن بيتفوق على دستور 54 وبيتفوق على دستور 71، وده هدفه إنه في حالة حدوث أي موجة ثورية قادمة تبقى المؤسسة العسكرية متحصنة على ناحيتين، متحصنة على ناحية إنه السلطة التنفيذية حتى لو كانت قريبة منها بمعنى رئيس الجمهورية لو في رئيس جمهورية منتخب جه ما يقدرش إنه يعمل تغييرات تنفيذية جوه المؤسسة العسكرية متعلقة بالتعيينات والترقية لضباط الجيش أو الشرطة أو تغيير وزير الدفاع، ولا رقابة شعبية حتى لو كان عن طريق الوسيط المسمى البرلمان على ميزانية الجيش أو كده. فبيتم تحصين المؤسسة دي تماما سواء من الرئاسة التنفيذية المتعلقة برئيس الجمهورية المنتخب أو الرقابة الشعبية عن طريق البرلمان لو في برلمان منتخب على صلاحيات وميزانية الجيش. فأصبح الجيش فوق الدولة على المستويين، على مستوى السيطرة الأمنية والاقتصادية حتى على مستوى الوظائف، ومؤسسة فوق الدولة وفوق الدستور بالصلاحيات الضخمة والامتيازات الضخمة اللي هتبقى موجودة في الدستور لصالح المؤسسة. وده بيخلينا في الآخر إنه مفيش يعني مجال غير إنه في موجة ثورية قادمة اللي هيبقى الموضوع ده هي الجماهير في حقيقة الأمر اللي هتواجه هذه السيطرة وتواجه هذه المؤسسة اللي بتحاول ترجع دولة مبارك. طبعا هما بالتأكيد زي ما كان زميل تامر بيقول أي تنازل ديمقراطي من السلطة الحالية بيمثل خطر شديد جدا عليها، وعشان كده عندهم أزمة كبيرة في فكرة الانتخابات نفسها، وأي نصوص
حتى لو كانت بسيطه، نصوص دستوريه تضمن حريات او تضمن حقوق للناس تتحرك بيها. لانه الناس لو اتحركت واستفادت من النقط البسيطه اللي في الدستور اللي ممكن تبقى ايجابيه زي ماده التعذيب او التظاهر او كذا، ده لانه السلطه الجديده اللي هتبقى موجوده مش هتقدر تقدم اي شيء على مستوى المطالب الحقيقيه العميقه بتاعه الثوره في العداله الاجتماعيه. الناس هتتحرك مستفيده بثقتها في نفسها وكمان ببعض النصوص الدستوريه المعقوله اللي ممكن تبقى موجوده في الدستور، فحتى ده هم ما يقدروش يقدموا فيه تنازل. لكن في نفس الوقت بقى مش عارفين ياخدوا الخطوه الثانيه بتاعه الديكتاتوريه العسكريه لاخرها، وده التناقض فعلا اللي موجود. بس الفكره انه التحصين اللي بيحصل دلوقتي للمؤسسه العسكريه وتفكيك المؤسسات، او بمعنى صح يعني ايه خلق كل مؤسسه يبقى لها صلاحيات ونفوذ جوه الدستور ينعكس على نفوذها في الشارع، ده بيقول ان احنا مش هنبقى قدام دوله متماسكه او طبقه حاكمه متماسكه، بمعنى في انسجام كامل ما بين رئيس الجمهوريه، البرلمان، الحزب الحاكم، الحكومه، الشرطه، الجيش. اي دوله او طبقه حاكمه عايزه تنتصر في ثوره مضاده على ثوره زي الثوره المصريه محتاجه تماسك وانسجام ما بين هذه المؤسسات. واضح جدا خلال الفتره اللي فاتت ومن خلال التقسيمه اللي بتتم في الدستور انه الدوله لم تصل الى درجه من الانسجام ما بين كل اجهزتها وكل مؤسساتها، وكل ما بيزيد هذا الخلاف وعدم الانسجام ده بيدي مساحه وفرص كبيره جدا ان الناس تتحرك في الشارع ضد هذه السلطه. النقطه الثانيه، هل لجنه الخمسين الحاليه فعلا بتؤسس لدوله مدنيه ديمقراطيه زي ما القوى الليبراليه والقوميه المتحالفه مع الجيش دلوقتي بتدعي، ولا ايه بالظبط؟ تقديرنا انه التغييرات اللي كان بيتم الحديث عنها في الدستور قبل 30/6 كانت متعلقه في الجوهر القضايا اللي كانت الناس شايفه انه دستور الاخوان كان عامل مشكله ضخمه فيها، زي المحاكمات العسكريه، زي نصوص العداله الاجتماعيه، زي نصوص الحريات. واضح جدا انه لجنه الخمسين ثابت الجوهر ده، ثابت النصوص المواد اللي كان يجب تتعدل علشان تحسين على الاقل دستور الاخوان، راحت على مواد انا تقديرنا شكليه زي هويه الدوله وكذا، وبالعكس لغت بعض المواد الايجابيه واستمرت المواد العسكر، ويمكن كمان زودوا عليها بعض التعديلات بما يجعل من سلطه العسكر تزيد في الدستور. وبالتالي مفيش اي تاسيس لدوله ديمقراطيه في الدستور القادم. وفي الاخر هو هيعبر عن زي ما قلنا حتى من وقت الاخوان دستور للعسكر ورجال الاعمال في حقيقه الامر، لا اكثر ولا اقل، ومش هيعبر ابدا عن لا مطالب الثوره ولا مجرد طموحات للجماهير في الحريات العامه. النقطه الثانيه، النصوص الدستوريه هتبقى بتتصاغ وتتفصل في اي اتجاه، بمعنى انه بنشوف بدايات وبشائر اتجاه السلطه الحاليه على مستوى حق التظاهر مثلا كمثال. ممكن يبقى في نصوص، وده عاده الدوله المصريه تاريخيا، انه ممكن يبقى عندنا نصوص دستوريه تبدو الى حد ما ايجابيه بتضمن حريات بتضمن حقوق للمواطنين، وبعدين بيجي القانون يعصف تماما بهذه الحقوق الوارده في الدستور. طبعا احنا المساحه دي عندنا تقلصت، يعني انا اعتقد ان الدستور الحالي تقلص الحريات اكتر من دستور 71 ورفع من سيطره المؤسسه العسكريه اكتر من دستور 71، فما بالنا انه يبقى ده اتحصل وكمان السلطه اللي موجوده بتحاول
ان هي تعصف بالحقوق الوارده او الحريات الوارده في الدستور. لو خدنا قانون التظاهر نموذج احنا قدام يعني تقريبا كارثه في موضوع حق التظاهر. في القانون بيلغي تقريبا حق التظاهر، مش بيقيده حتى او بيحط عليه ضوابط. فاذا الخطه اللي كان الزميل تامر بيتكلم عنها واللي هي واضحه بتاعه تقسيم المؤسسات بحيث تبقى متوازنه مع بعض، البرلمان والرئيس والجيش وبقيه مؤسسات الدوله، تفصيل الدستور في شكل قوانين من البرلمان اللي غالبا هيبقى فردي وغالبا هيبقى جزء كبير منه فلولي وموالي للعسكر في الانتخابات، يفصل الدستور حسب ما الجيش عايز، والنصوص الدستوريه حتى الايجابيه الصغيره هيتم وضع قوانين تفصيليه تعصف بيها وبالتالي الخناقه بتاعه النصوص القانونيه والدستوريه مش حاجه بسيطه، دي حاجه مهمه جدا. واعتقد ان الناس القوى السياسيه والمختلفه هتبقى محتاجه تصيغ مواقفها اصلا من عمليه الاستفتاء في الفتره اللي جايه، وهل هتوافق على دخول الاستفتاء او هتصوت بلا او هتقاطع الاستفتاء، وده هيبقى بيتحدد في ضوء في اي ظروف وفي اي وضع بيجري الاستفتاء على الدستور. في الحقيقه الوضع الحالي مش مباشر ومش مطمئن ومش رايح في السكه دي خالص، ان في استفتاء على دستور بيجري في ظل مناخ ما ديمقراطي او مناخ في مساحه من الحريات، مش مناخ حريات، مناخ في مساحه من الحريات، ده مش موجود تقريبا. احنا قدام سلطه عسكريه متحكمه ومسيطره في البلد وقمعيه الى حد كبير، وسائل اعلام تشوه في الثورة والقوى الثورية باستمرار، فما اعتقدش انه يعني الجو على استفتاء في اي مناخ في اي مساحة من الديمقراطية. النقطة الثانية هو في ظل يعني مواقف القوى السياسية من لجنة الخمسين، نبص على الأسماء المحطوطة في لجنة الخمسين، انه ممثلين النقابات المهنية، هل تمثيل النقابات المهنية بهدف انه المطالب بتاعه القطاع المهني وتمثيل العمال بهدف انه تنعكس مطالب الاجتماعيه ومطالب المهنيه في الدستور، ولا هو تمثيل شرفي، ولا تمثيل ايه بالظبط؟ واضح انه لجنه الخمسين لم تتعرض من قريب او من بعيد لمواد العداله الاجتماعيه. طيب ممثلين العمال وممثلين المهنيين في لجنه الخمسين داخلين عشان ايه بالظبط؟ وإذا كان نظام الحكم أصلا بيتم وضعه عن طريق لجنة العشرة دي اللي هي خبرة ماشي وبيتم فرضها على لجنة الخمسين، فما هي صفة ممثلي النقابات المهنية والنقابات العمالية اللي أغلبهم فلول بالمناسبة في مناقشة نصوص العدالة الاجتماعية؟ مفيش طبعا اقتراب خالص من النصوص دهيت، محافظين عليها زي ما هي ونصوص الجيش، وإن زودوا نصوص الجيش شوية، لأنه اللي تم الاتفاق عليه ما بين العسكر والاخوان في النقطتين دول خلاص هم موافقين عليه، رغم البروباجندا والصوت العالي الزائف اللي كان بيتصدره الاعلام وارجوزات الاعلام اللي هم مستمرين دلوقتي في الفضائيات حوالين انه عايزين نلغي دستور الاخوان وعايزين نحط دستور جديد. فوجئنا انه جوهر الدستور اللي تم وضعه ما بين الاخوان والعسكر بيتم الحفاظ عليه تماما، وبيتم تعديل بعض النصوص اللي تعمل الموازنه في النظام الحر. وبالتالي القضايا الاساسيه في الدستور زي ما هي تماما، قضايا العداله الاجتماعيه ووضع الجيش مع تغييرات بتترجم التحالف الجديد، التحالف الليبرالي والقومي مع العسكر في اطار يعني اظهار انه في مصر عندها دستور مدني غير الدستور الديني اللي كان موجود بتاع الاخوان، فحقيقه الامر هو استمرار لدستور العسكر ورجال الاعمال اللي كان موجود قبل كده. في رايي انه احنا محتاجين نخوض معركه من دلوقتي ضد مشروع التعديلات الدستوريه دهيت،
محتاجين مناقشات واسعه حوالين افضل تكتيك وافضل طريقه للتعامل مع التعديلات الكارثيه في الحقيقه اللي هتطلعها اللجنه دي، سواء باتجاه موحد ضد الاستفتاء نفسه، سواء اتجاه موحد بمشاركه والتصويت ضد هذه التعديلات. لكن في كل الاحوال ما يكتب الان وما كتب من قبل هو دستور ثوره مضاده، لا يعبر ابدا عن مطالب ثوره 25 يناير ولا عن طموحات الجماهير، انما يعبر فقط عن مصالح رجال الاعمال ومصالح المؤسسه العسكريه اللي بيقودوا بشكل اساسي منذ اليوم الاول الثوره المضاده. وفي كل الاحوال وحسب قناعتنا ان احنا مش هنقدر نوصل لدستور ثوري بدون اطاحه بكل الطبقه الحاكمه ومتمثله في رجال الاعمال والقاده العسكريين والامنيين اللي ماسكين البلد وحلفائهم من القوى سواء كانت ليبراليه او اسلاميه. لكن على الاقل لازم نناضل ونشتغل خلال الفتره القصيره القادمه ضد هذه التعديلات اللي هتصدر عن لجنه الـ50. شكرا. حوالين التركيز على القضايا الاجتماعيه في الوقت الحالي وشويه تجاهل او يعني عدم التعامل مع القضايا السياسيه، وفي الحقيقه ده منطق هروبي شويه، بما انه الوضع السياسي صعب ومتراجع من ناحيتنا من ناحيه الثوره متراجع وفي هجوم وتقدم من ناحيه الثوره المضاده، فتعالى نهرب من مواجهه الظرف السياسي اللي احنا موجودين فيه بالعمل على القضايا الاقتصاديه، بمعنى اننا في ظل دكتاتوريه عسكريه دمويه بتصادر الحريات بتعيد نظام مبارك بكل قوه، اسيب ده كله يحصل واروح مثلا اعمل حمله للمطالبه بالخدمات والمرافق للمواطنين. ما بقولش انها مش مهم، بس بقول انه مواجهه الامور السياسيه في اللحظه الحاليه في غايه الاهميه. العوامل الاقتصاديه والقضايا الاقتصاديه والاجتماعيه هي جزء من شغلي علشان محاصره السلطه الحاليه وفي المستقبل اسقاط السلطه. لكن لا يمكن باي حال من الاحوال ان انا اتجاهل الظرف السياسي، واول حاجه لازم تتعمل في اللحظه الحاليه هو عكس ما تريده الثوره المضاده. الثوره المضاده تريد فرض حاله من الصمت على الميادين وعلى المصانع وعلى الجامعات. بقوه الدبابات. وبعنف الدبابات. واجب القوى الثوريه حتى لو كانت صغيره، وحتى لو كان الشارع في اللحظه دي في باتساعه مش معاها، ان هي تاخد الخطوه الاولانيه او النص خطوه الاولانيه بان هي تطلع صوت الميادين، حتى لو كان الصوت ده طالع من ميادين قليله وحتى لو كان طالع من ميدان واحد. لانه اذا الدكتاتوريه العسكريه عايزه تسكت كل الاصوات وتكمم كل الافواه، ينبغي على القوى الثوريه ان هي تطلع الى الشارع وتكسر هذا الامر بحركتها. ولو بصينا لتجربتنا على مدار الثلاث شهور الاخيره هنلاقي انه فعلا قدرنا الى حد ما نعمل حركه في النقطه دي، ابتداء من مظاهره صغيره اعتراضا على اخلاء سبيل مبارك قضيه قتل المتظاهرين وسبيرو والالترس ومظاهرات الجامعات. هذه المظاهرات ما كانتش موجوده من شهرين او من ثلاث شهور. قدرنا في عند درب القضاء العالي نتظاهر وجها لوجه امام الدبابات. قدرنا عند مسبيرو نتظاهر وجها لوجه ونهتف ضد قائد الثوره المضاده فتح السيسي وجها لوجه امام الدبابات. الطلبه النهارده بيواجهوا في الجامعات القوى الامنيه. هل ده ملوش علاقه بالاوضاع الاقتصاديه؟ له علاقه مهمه بالقضايا الاجتماعيه والاقتصاديه. ان هذه السلطه نفس السلطه دي اللي عايزه تفرض الصمت بالقوه على الميادين بمذابحها وبدباباتها بتعمل حاله ارهاب وتخويف لقطاعات من الجماهير ومنها الحركه العماليه اللي بتصدر المشهد الاجتماعي. ونبص على الحركه العماليه في شهر 6 الماضي كانت الاحتجاجات الاجتماعيه اللي هو اللي حصل فيه بعد كده 30 يونيو، كانت الاحتجاجات الاجتماعيه والاضطرابات العماليه في مصر بتتجاوز ال 700 احتجاج في الشهر ده. في اغسطس
اللي حصل فيه فض اعتصام رابعه والنهضه، عدد الاحتجاجات العماليه كان 84 احتجاج من 750 احتجاج في يونيو ل 84 احتجاج في اغسطس. لما السلطه العسكريه تصور المضاده تعمل مذابح بتؤثر على قطاعات من الجماهير، ومنها قطاعات بتبقى متقدمه جدا وبتاخد نضالات مهمه جدا على المستوى الاجتماعي. هذه القطاعات تاثرت بهذا الجو الارهابي اللي بتمارسه الدكتاتوريه العسكريه وتراجعت حركتها الى حد كبير. ماشي. لما يبقى الميادين اللي كانت بتخوض اعظم المواجهات والتحدي مع السلطه تصمت، ده هيؤثر كمان على الميادين الاجتماعيه او بمعنى اصح المصانع. لكن لما المصانع والحركه العماليه تشوف انه في مظاهرات امام سبيرو، في مظاهرات عند دار القضاء العالي، وفي مظاهرات بتسير في الشوارع وبتكسر الطوارئ وبتكسر الاستبداد وبتواجه بقوه ويعني ببساله عنف السلطه العسكريه، هتشجع قطاعات من الحركه العماليه والاجتماعيه ان هي تتحرك على مطالبها الاجتماعيه، واللي هي لعبت دور مهم جدا في محاصره كل سلطه كانت بتيجي من اول حكومه شرف لحد حكومه انديه. كل الحكومات دي كانت بيتم حصارها من الحركه الاجتماعيه. ومؤخرا لعدد الاحتياجات في شهر 9 بلغ 105 احتجاج، يعني المنحنى بالظبط عامل كده، من يونيو فوق نزل تحت خالص في شهر اغسطس، وبعدين بدا يطلع حته صغيره. الحته الصغيره دي ما طلعتش اعتباطا، طلعت في ظل بدايات تحرك في الشهر الماضي من بعض القوى السياسيه واكتشاف القطاعات الاجتماعيه، الكلام اللي كنا بنتكلم عنه الزميل مصطفى حوالين ان الناس اللي عندها طموحات ان السلطه الحاليه هتحقق تغيير بتكتشف ان الحكومه الحاليه محققش اي تغيير على المستوى الاجتماعي، وعندنا نموذج في ده عمال المحل. كتير من عمال المحل وانا اعرف خرجوا مختفيين، لكن عمال المحل لحد دلوقتي عملوا اضرابين ضد حكومه الببلاوي. ماشي. ومع الوقت والدبابه دخلت المصنع وهتفوا ضدها وقالوا المصنع جواه دبابه جايه تخوف الغلابه. ده الناس بتكتشف بيكتشفوا الخدعه اللي بتمارسها السلطه الحاليه. وجدنا ان احنا في اللحظه دي نكسر الحاله اللي موجوده، وحتى لو كانت مظاهرات صغيره، حتى لو كانت مش جماهيريه بالشكل اللي كنا متعودين عليه وبنعمله قبل كده. ونتذكر كلنا مع اختلاف الظرف مواجهتنا مع مجلس طنطاوي في ميدان التحرير، رغم انه كان بيشارك عدد اكبر شويه من جمهوره عشرات الالاف او الاف عده الاف في المواجهات المختلفه، لكن مع المعركه مع المجلس العسكري لم تكن معركه جماهيريه في بدايتها، لكن تصاعدت مع اكتشاف الناس للسلطه. الحاجه اللي طرحت ويمكن بره السياق شويه قصه الزملاء المعتقلين في السويس او معرفش الطلبه او كذا، يعني مش عايز ادخل في مناقشه سياسيه لموضوع الاعتقال والديكتاتوريه، بس يعني اللي متهيألي الناس نعمله ان نقعد مع الزميل بعد الندوه نشوف قصه الاعتقال بتاع الطلبه، يمكن نقدر نساعد في حاجه بالنسبه لهم في الحملات التضامن مع الناس المعتقلين. فجزء من ما العمل انه لازم نكسر حاله الصمت المفروضه على الميادين، وجزء مهم جدا وهي حاجه رمزيه تماما هو تحرير ميدان التحرير مره اخرى. اذا في مهمه على القوى الثوريه تعملها ان هي تدخل الى ميدان التحرير مره اخرى. ودي حاجه رمزيه ومهمه جدا في صراعنا مع الثوره المضاده. انتزاع ميدان التحرير، انتزاع ميدان الثوره من سيطره الدبابات ومن اراجوزات السيسي حاجه في غايه الاهميه. وده معركه هنحتاج نجهز لها ويبقى في جروبات وفي كذا لتحرير الميدان. ودي حاجه على مستوى الثقه بالنفس مهمه جدا بالنسبه للمجموعات الثوريه. الحاجه الثانيه عدم تغافل القضايا الاجتماعيه، لكن ما يتمش التعامل معاها بمنطق الهروب
من المشهد السياسي الى المشهد الاجتماعي وفصلهم عن بعض كان احنا ملناش علاقه بالخناقه السياسيه، فهنروح نخوض نضالات اجتماعيه جباره في حين مش عارفين نضال اجتماعي اصلا، غير ما نقدر نزق ونفتح المساحه السياسيه عن طريق تحدي الثوره المضاده وتحدي الاله القمعيه بتاعه الثوره المضاده. النقطه الاخيره بقى، يعني انا بستغرب جدا طول الوقت من فتح موضوع الهويه ده. اللي احنا محتاجينه في مصر في الحقيقه يعني هو هويه الثوره، هويه الحريات، الناس الناس المكتسبات اللي الناس نزلت الشارع عشان تاخدها تتحقق. دي اكبر هويه ممكن الشعب المصري يبقى عايز يحققها خلال الفتره اللي جايه. الخناقه بتاعت الهويه اللي بتطرح كل شويه دي في الحقيقه انا شايف ان هي على الناحيتين، نحطها في الاهداف ومن وراها ومن طرحها ملهاش علاقه خالص بتحقيق اهداف ومطالب الثوره، بالعكس يمكن كانت هتستخدم من هنا او من هنا لصالح سلطه معينه لتضييق على الحريات او قمع الحريات. في الاول وفي الاخر الناس بتحدد هويتها وبتحدد هي عايزه ايه بالظبط، لكن اللي يهمنا احنا في اللحظه الحاليه واحنا حصل خناقه على موضوع الهويه ده على مدار سنتين تقريبا ما بين ما يسمى القوى المدنيه والقوى الاسلاميه، وفي نهايه الامر كان الصراع الحقيقي هو صراع ما بين الثوره والثوره المضاده. حققنا نجاحات في احيان والثوره المضاده حققت علينا نجاحات في اوقات ثانيه، لكن هو ده الصراع اللي موجود في المجتمع بيدخل عليه في النص موضوع مشكله الهويه وخصوصا من التيار الاسلامي اللي وضع نصوص في الدستور من وجهه نظره كانت تعبر عن هويه الدوله الاسلاميه الماده الثانيه وماده 219، وسلطه محمد مرسي كانت هويتها هي الاتفاق مع الثوره المضاده والتحالف معاها على مدار سنه وسياسه ليبراليه جديده زيها زي بتاعه جمال مبارك لا تختلف معها على الاطلاق في اي من تفاصيلها. هي دي هويه الدوله المصريه تحت رئاسه محمد مرسي، فدي هويه احنا مش عايزينها، هويه ضد الثوره المصريه بشكل اساسي، احنا عايزين هويه الثوره، هويه العداله الاجتماعيه، الحريات السياسيه الشامله، وفي الاخر افكار حوالين بقى طبيعه الدين الدوله ومش الدين الدوله، دي حاجات في حريات المواطنين ومعتقداتهم، ما اعتقدش انها هي الازمه وهي المطلب وهي القضيه اللي مفروضه ومطروحه حاليا على جدول اعمال الناس او على على او على اهداف ومطالب الثوره، لكن القضيه الاساسيه هو ازاي الثوره المصريه دي تتقدم لقدام في ظل لحظه في خطوره شديده عليها، في ظل لحظه هجوم قوي وعنيف من الثوره المضاده، هترجع الناس كلها لورا وتحط الهويه بقى العسكريه اللي معروفه ومعروفه ملامحها يعني. فانا مش عارف ليه دايما طول الوقت الموضوع ده بيطرح. بس موضوع بقى الشارع انه الناس القوى الثوريه ما بتنزلش الشارع او مالهاش علاقه، مش عارف انت مختلف مع فكره انه يعني نستنى ونعمل حاجات فيها دعايه، في مواقف هنعمل فيها حركه في الشارع، يعني ما ينفعش النهارده ما نتظاهرش خالص ولا ما ينفعش نعمل دعايه على حاجات، يعني ينفع نعمل دعايه ضد الدستور وينفع ننزل نعمل مظاهره ضد قانون التظاهر، ينفع نعمل الحاجات دي. لم يكن كل القوى السياسيه الثوريه مش مطروح في الفتره الحاليه اي تنسيق او تحالف ما بينها وما بين الاخوان المسلمين، على حسب معلوماتي من خلال يعني العمل مع قوى سياسيه. انا مش قصدي الاخوان، قصدي التيار الاسلامي، ما هو في كذا، او يعني هو دايما بيطلق الاخوان المسلمين وبالمقصود يعني التيار الاسلامي. ففي الحقيقه دي النقطه ما اقدرش اقول لك اذا كان في قوى عندها ده ولا، بس على القوى اللي انا اعرفها ما عندهاش في اللحظه الحاليه استعداد لده، وبنحاول انه القوى الثوريه اللي فضلت مستمره على مدار الثلاث سنين الاخيره في الشارع لا تحالفت مع الفلول ولا مع العسكر ان هي تتجمع وتتحرك في مسار مختلف عن الاتجاهين دول،
وفقا لمشروع سياسي. يعني احنا مثلا كمشتركين سياسيين احنا جزء من جبهه طريق الثوره صوار اللي عندها مشروع سياسي عنده قرايه للوضع الحالي وحتى على مستوى الصراع القائم ما بين المؤسسه العسكريه والاخوان من جانب والمؤسسه العسكريه كثوره مضاده والجماهير من جانب اخر عندها رؤيه ده وبتحاول ان هي تتحرك لقدام بمشروعها السياسي وبمواقفها السياسيه. ده اللي احنا موجودين فيه. بس احنا كمان مختلفين في فكره ان مع فكره تقسيم الناس على مستوى مدني وديني. دي ما هياش مطروحه ابدا على افكارنا ولا اعتقد على افكار جبهه طريق الثوره. تقسيم الناس على مين مع الثوره ومين متحالف مع الثوره المضاده. قعد كتير بتتكرر. في موجه ثوريه وجماهير عريضه طلعت تصفت الاخوان. تمام؟ وخرجت بقى في ايام متعدده ومتنوعه. وفي نفس الوقت في انقلاب عسكري بس انقلاب عسكري على الثوره. مش على شرعية مرسي. ده الفرق في قصة الانقلاب ومش الانقلاب. الإجراءات الانقلابية والسلطة الانقلابية اللي موجودة انقلاب على ثورة 25 يناير وأهدافها ومبادئها وقواها ومكتسباتها. غير كده أي حد تاني يعني محمد مرسي اللي هو الجيش انقلب عليه. محمد مرسي هو بتاع الجيش في رجالة زي الذهب والشرطة في القلب من ثورة 25 يناير. هذا الشخص لا بتاع انقلابات ولا يعني راجل كان 100 راح الامن المركزي وقال لهم انتوا كنتوا في قلب الثوره. يعني الامن المركزي كان بيتظاهر كان بيكسر معانا في الاسامي من 28 والجيش فيه ناس زي ده وراجل حليف من الاول يعني من غير ما نهزر مع المجلس العسكري. الخناقه زادت على المساحات وعلى كذا وعلى تقسيمه السلطه دي نقطه يعني يتم مناقشتها. لكن ما يطلق الان حوالين انقلاب على شرعيه مرسي دي يعني كلام احنا لا نتفق معاه على يعني الاخر. اللي بيحصل فيه انقلاب على ثوره 25 يناير والدفاع امام هذه الثوره المضاده يكون دفاعا عن مبادئ واهداف ومكتسبات 25 يناير حتى لو بالصدفه دفاعنا ده كان يعني بيتفق او يعني بيتشابه في الشعارات مع ما يرفعه الاخوان المسلمين من شعارات في الشارع. بمعنى انزل دلوقتي اهتف يسقط حكم العسكر والاخوان بيهتفوا يسقط حكم العسكر مؤخرا. يعني ده مش معناه على الاطلاق انه في اتفاق او وحده مع الاخوان المسلمين وخصوصا انه يتوقع وده احتمال كبير انه تجري مفاوضات طبعا مع جنرالات جدد او من نفس المجلس العسكري بهدف الوصول الى مساحات واتفاقات وسط مره اخرى ما بينهم لاداره المرحله اللي جايه. شكرا.